السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وبأحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طبق ديال الفخيدات في الفران بتتبيلة اكثر من رائعة، اللي كيجيو بنان بزاف بزاف وكيجيو معلكين. فكنتمنى لك انتم اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناة نقولكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله. نبدأ بالمكونات والطريقة، فتابعوا معي الفيديو للأخير وفرجة ممتعة. إذا المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد الفخيدات ديال الدجاج، عندي هنايا فخاد ديال الدجاج من طبيعة الحال غسلتهم بالملحة والخل والسكنجبير والدقيق حتى كينحصلو عليه على هاد الشكل هكذا، تيكون منقي مزيان. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج قليل من البقدونس المجفف، ممكن نستعملو البقدونس العادي، شوية من هاد التوابل الخاصة بالشواء راه متوفرة في كارفور، ممكن تستغنوا عليها الا ما كانتش عندكم، قليل من الثوم المجفف، ممكن تستعملوا حتى الثومه عاديه محكوكه. غادي نحتاج قليل من صلصه الباربيكيو، شويه من صلصه الترياكي. هذا الترياكي صوص انا وليت معتمد عندي في اي طبق غادي ندخله الفران، فكيعطي واحد المذاق رائع جدا. قليل من صلصه البيستو حتى هي متوفره في كارفور، شويه من الخل ديال الحامض او ممكن نعصروا الحامض الا كان متوفر عندنا. كذلك عندي قليل من اليزير او لا اكليل الجبل او لا الغومغا اللي هي طريه، اكليل الجبل طري. غادي نحتاج الملحه والابزار بطبيعه الحال حسب الذوق. كذلك غادي نحتاج ياغور طبيعي بدون سكر وقليل من القشده الطريه، حتى هي كتبقى اختياري، لو بغيتوش تستعملوا ممكن تستعملوا فقط الياغور الطبيعي. غادي نحتاج معهم قليل من البطاطس الصغيره وقليل من البصل، غنحتاج واحد البصله صغيره او بصله متوسطه. هادو هما المكونات وغادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي نضيف كذلك قليل من زيت الزيتون، وغنحتاج جوج ديال الاواني. فبالنسبه لهذا هو فيه ديجا الدجاج غادي نخدم فيه النيشان، وهذا غادي ندير الماريناد ديال البصله والبطاطا. فبنفس المكونات اللي غادي نضيف هنا هي اللي غادي نضيف في الدجاج. فضفت قليل من صلصة الباربيكيو، هاد التوابل الخاصة بالشواء. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقة وبهاد المكونات اللي عطيتكم لانهم لمستي الخاصة، مذاقهم اكثر من رائع، ما غاديش تندموا عليهم نهائيا. الخل ديال الحامض، ثوما، والملح والابزار بطبيعة الحال كيف قلت لكم تبقى حسب الذوق. نحاولوا اننا ما نكثروش الملحه لانه اصلا لي صوص ديالنا مالحين. الابزار او الفلفل الاسود، وممكن تضيفوا حتى الهريسه الا كنتو كتبغيو الاكل شويه يكون حار، كيبقى لكم الاختيار. كذلك صلصه الترياكي، شويه هنا وشويه هنا. غنضيف صلصه البيستو، هاد صلصه البيستو مذاقها رائع جدا، ففعلا انا تخدم بها بزاف خاصه مع الاطباق ديال الدجاج او لا حتى مع الاطباق اللي تكون فيها المكرونيه او لا السباغيتي، فمذاقها رائع ومختلف. غنزيد قليل من زيت الزيتون، غير واحد شويه من كل بلاصه، تقريبا واحد الملعقه كبيره ما بين البطاطا وما بين الدجاج. نفس الشيء غادي نضيف الياغورت الطبيعي، فنخلي فقط الربع هو اللي غادي نضيفه مع الخضر وما تبقى غادي نضيفه مع الدجاج. كذلك القشدة الطرية، غير واحد شوية ما نكتروش. صافي غادي نخلط الكل مع بعض. اكلي الجبل ما غاديش نضيفه دابا حتى كنخلط هاد الدجاج.
ففي هذا الاناء اللي غادي نخلط فيه الخضره غادي نقطع هنايا البصله على هذا الشكل بالشكل او الحجم اللي بغيتو، ما كاين ماشي مشكل، لان اصلا البصله كتذوب في الفران. لانه هي الاولى غادي نفرش من الاسفل هذا، نفس الشيء غادي نزيد معها هذه البطاطا، غادي نخليها بالقشره ديالها وغادي نقطعها على الشكل بحال هكذا، لانه هذه البوم سوتي اصلا تتكون نقيه ما تيكونش في داك التراب اللي تيكون محفور مع البطاطا، فنحتاجو اننا نقيوها فقط، كنغسلوها مزيان وتنحكوها مزيان من هذيك الاتربه اللي تتكون فيها. صافي كنستعملوها على هذا الشكل. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعض، هاد الخضرة كاملة مع بعضها، ونخليها على جنب. هاد فكرة الإضافة، واحد الإضافة غادي نضيفها هاد البنات، دابا غادي نضيف واحد شوية من التحميرة الفيمي غير باش تعطيني واحد اللون لهاد الدجاج. إلا ما كنتوش كتوفروا عليها ممكن تضيفوا قليل من صلصة الطماطم أولا التحميرة العادية أولا البابريكا، كيبقى لكم الإختيار. فقط الا بغيتو تحصلوا على اللون، اما الا ما كنتوش عندكم مشكل ماشي مشكل، نخليوه كيف ما هو هكذا. صافي غادي نخلط هذا الدجاج مزيان مع هذه المكونات كامله، وندوزو باش نوضعو الكل في البايركس. كناخذ البايركس اللي غادي نطيب فيه، وكنوضع هاد الخضر هكذا من الاسفل. صافي كنوضع بهذا الشكل، وكناخذ الدجاج وكنوزعو في هاد البايركس على هاد الشكل بحال هكذا. وهاد الصوص اللي تيبقى لنا هنا كنضيفوه من الفوق، لانه اصلا ما غاديش نضيف معاه الماء نهائيا، يعني هاد الصوص هو بوحديتو اللي غادي يطيب فيه الدجاج. صافا، ومن الفوق كنوضع هذاك الاكل الجبل اولا اليزير بحال هكذا، باش كيطلق لنا غير النسمه ديالو من الفوق. صافي، فغادي نغطيها البنات بالورق ديال الطهي. اول حاجه نغطيه بورق الطهي، ثم نغطيه بالبابي الومنيوم وندخلو الفران حتى كيطيب على خاطرو، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج اللي حضرت معكم اليوم، كيجي على هذا الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا تيجي محمر وبنين بزاف بزاف البنات، كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، فلا تنسوكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو ما بين اهل الاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. واذا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.